السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم موقع تعدين عمت البيتكوين، موقعنا جديد، عدد الأعضاء فيه 23. اسمه موقع جديد، هذا مدى بكم تستغل الفرصة تقوموا بالتعدين مدى مو جديد، باسكو أكثر المواقع ما يربي طول 6 شهور 7 شهور ما بتغلق ولا شهرين. المهم هذا الموقع الواجهة تاعو، يعطيك الموقع أول تسجيل تاعك $3 كتعدين، والموقع يدعم المحافظ راكم تشوفوا فيها الآن، هادي باينانس أوكي إكس. تدخلوا تسجيل الموقع، عندك حط الإسماء تاعك، الإيميل، باسورد، كونفير الباسورد، دير تاع تجاوز الكاباش، ثم تضغط على ريجيستر. أنا عندي من أنا مسجل فيه، كما تشوفوا هذا الموقع الواجهة تاعو، عندكم لايت كوين، ستيلر، دو كوين، زد كاش، عندنا هنايا بيتكوين، بيتكوين كاش، داش، ترون، عندنا هنايا اثيريوم وريبل. الموقع يعطيك 120 جيجا، 1200 جيجا للتعدين، تختارها تضغط هنايا كما تشوفوا، بيتكوين، بيتكوين كاش، داش، وترون. ننصحكم انا يتعدنوا انا على الداش، عملت الداش لان السحب منها سهل والحد الادنى ماشي بزاف. كما تشوفوا الآن هنا راينا عندنا على عملة الداش، الستوري تاعكم، هنا الإحالات، هنا الشراء، تكالكيلي، هنا الماينينغ، بالانس، الإعدادات. كما تلاحظون لهنايا أنا باش ندير الباسورد تاعك تشانجيه، الأدرس تاعك والمعلومات الشخصية تاعك تحفظها. نعدل البالونس، أنا باش ديبوزي، نزيد قوة التعدين، ما ننصحش به، لأن قلت لكم الموقع قادر يغلق في أي وقت، ما نشغلو بلي الموقع ماشي مليح بصح، ولا بد، عندكم هنا ويدراو، ما تروح لبريفكت موني، USD 5 دولار، لايت كوين. كما تشوفوا 0.0525 XLM ستيلر 10 دوغ 100 زاد كاش، لازم يكون تكون عندك 0.03 بيتكوين باش توصل الرقم هذا يحبلك، بس هي كيف كيف صاير شوية ثقيل طول. زاد كاش الداش لي يعني منخفض، هذا الرقم قادر توصلوا له يعني افضل من العملات الاخرى، 0.016 ترون 100 اثيريوم، 0.01012 ريبل. لهذا اخترت انا عملة الداش، حد الادنى تكتب هنا يدير المونتون تاعك، تضغط ويدرا
تأتيك على الصفحة تاعك، على الحساب تاعك. نرجع المانيك تاعنا، نضغطو لهنايا، نهبطو لتحتها، تختار العملة اللي تحبها نتايا، ماشي ما فرضتش عليك انا الداش، مي قلت لك بريفيري الداش خير. بارتنر أنا ربط الحال الخاص بكم تنسخوه، تضع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تبعته بالماسنجر، انستغرام كيما تحب انت، تيليجرام كيف كيف، دير تارك الموقع. إذا تصنع فيديو على الموقع هذا وتحطه على القناة تاعك يعطوك 100 جيجا هاش للتعدين. هنا كي تقوم بالتعدين مثلا وتحب تستثمر الأموال اللي عندهم، مثلا نقول أنا وصلت 10,000 20 بعد باليش حال، أنا نحب نستثمرها باش نزيد القوة التعدين. نضغط هنا مثلا نحوس على الداش، نكتب الموطور اللي نحوس عليه هنايا وندي الماكسيموم واش عدنت، نكليكي لهنايا هانيك توتال عندي شحال 1%. نكتب شحال مثلا ماشي وصلت ليه، نديرو لهنايا ونكليكي نكتبي لهنايا نزيد قوة التعدين. أنا اتصال بال سيرفيس تكنيك تاعهم، كان هذا هو شرح خالتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.